حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير، ضيفي بهذه الحلقة عضو تكتل لبنان القوي نائب شرب المارون. صباح الخير. صباح النور استاذ جورج. شكرا. خلينا نبلش، يعني تفضل. الملفات وما اكثرها. كنت عم بتقلي هلا عن ملف النزوح، اكيد رح نحكي فيه، بس الاساس يلي بدنا ننطلق منه هو موضوع حاكمية مصرف لبنان. الخميس غدا خلقت جلسة من بعد اتفاق نبيه بري ونجيب ميقاتي من أجل معالجة هذا الموضوع. الرئيس بري بيقول للحرة من أجل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. يعني اكيد استاذ جورج هذا الموضوع غير دستوري، يعني اليوم انت عم تحكي بحكومه تصريف اعمال ومستقيله، حكومه لتاخذ صلاحيات رئيس جمهوريه، لا تستجأ، يعني ما فيك تجزئ صلاحيات رئيس الجمهوريه الا على كل الوزراء. للاسف نحن بنعرف كيف ال 627 قرار الغير دستوري اللي طالعين رئيس حكومة تصريف الأعمال بيمضي محل رئيس الجمهورية، يعني فرد مرة يجتمعوا ويطلعوا رئيس جمهورية. يعني بس اللي مش قادرين انتو تعملوا شيء تجاههم، لأنه عم تطلع بالقرارات وعم تمشي الأمور جورج بشكل عادي. استاذ جورج اليوم هيدي المنظومة السبل لمواجهتها بالسبل القانونية، انت شفت حاكم مصرف لبنان ما رد على القضاء، انفجار مرفأ ولا موقوف. يعني انت اذا بتطلع هيدي المنظومة قدي حامي حالة قضائيا وقدي حامي حالة بكل مفاصل القوة كمنظومة، اليوم هي بحالة تخبط. انت اللي بدك تعمله مواجهتها بتكون بالرأي وابداء الرأي وبالتصرف بالطريقة القادر تعملها بمجلس النواب وغير مجلس النواب وعلى الشارع وغير الشارع. اليوم انت خد مثل صغير، يعني عندك مدير عام الميدل ايست 53 مليون دولار عائدات من البي سي ار، من بعد اتفاق مع الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة ووزارة التربية وهو رفض يدفعهم، طلع قرار ليدفعهم ايه كمان رفض يعطيهم للجامعة اللبنانية، وشفنا طلابنا صاروا يسافروا ام غلالهم التيكت لما يرجعوا. وقت طلبناه على مجلس النواب للمساءلة من الزميل ادغار ترابلسي ولجنة التربية النيابية، شو كان جوابه؟ قال انا مقرر هيك وهيدا الموضوع ما بدي ردهم وهيدي الشغلة بدي امشي فيها هيك. البلد ما بقى في يكمل هيك، ما فيك بقى تدفع ضريبتك وما تلاقي طبابة، ما فيك بقى تدفع ضريبتك وما تلاقي طرقات، ما فيك تدفع ضريبتك وما في حياة جامعية تكون بلد. فاليوم انت سياسات 93 لحديت اليوم بعدها مكملة، تصرف ما بتعرف منين بتطلع، بيخلصوا المصاري بتاخذ مصريات المودعين، بيخلصوا معك المصاري بتزيد الضرائب. هلا انت اليوم بعدك بلا موازنه، وجايين هلا يطرح عليك موازنه صرفوها وجايين يحملوها لمجلس النواب. هيدا التخبط، سلطة صارت غير متوازنة وسلطة صارت غير مدعومة خارجيا، وبذات الوقت الخارج ما بده يدينها ليرجعوا يلعبوا ذات اللعبة. هيدي عملية تخبط للسقوط. هيدا التخبط شو بده يودي اليوم؟ انت اليوم لا سقوط شو؟ سقوط البلد، سقط البلد. اذا عم تحكي عن سقوط الطبقة الحاكمة، هنالك في الخارج من يريد تعويم هذه الطبقة الحاكمة. ما بفتكر استاذ جورج للتعاطي معها منه تعويم لها بشكل مباشر. ليك التعاطي شيء، وما كانت تريده فرنسا بالموضوع الرئاسي الاتين بسلمان فرنجي، مش تعويم كمان للطبقه؟ هلا بموضوع الرئاسي التدخل الخارجي رح نحكي عنه، بس انا اليوم التعويم ما بيكون هيك، التعويم بيكون بيجي بيقعد حدك، بيدعمك ماديا غير ماديا غير كذا. انا اللي شايفه هيدي المنظومه، يعني مثل انت عم تستقصي المرض من جسم. اليوم الجسم قد ما يكون متعافى بده يتصدى لهيدي العملية الكبيرة اللي عم بتصير فيه. انت ما تنسى هاي التراكمات السلبية مش من اليوم، هاي التراكمات السلبية إلها سنوات وسنوات وسنوات، وبيجهزوا حالهم. وانت بكل يلي عم تقدر تعمله انه عم تجي انت تدل على الامور، تواجه هيدي الامور وتعالج على قد ما فيك، تمنع من حدوث الاشياء. وحدوث الاشياء هلأ اللي عم بتصير هن بيحملوها، نحن وقت ما عم نوافق ما يجوا يقولوا لنا بعدين ليه صار هيك، صار هيك لانه هن تصرفوا هيك. يتفضلوا اليوم عم بيهددوا انه اذا راح حاكم مصرف لبنان، وهذا كمان سيناريو عم بيذكروه ويشتغلوا عليه، انه بيطير الدولار ليرجعوا يضغطوا ليجيبوه لحاكم مصرف لبنان. حاكم مصرف لبنان انت بتعرف هو مش بس شخص عادي، شخص يملك اسرار، يملك اسرار هيدي الطبقة. هلا بتسمي لي حاكم لبنان؟
هو لا مش حاكم لبنان، هو حاكم بأمر الناس، هو اللي دمر الناس، هو مش بس حرامي يعني، وحقه رخيص نسبة على المستوى الكرامي والأخلاق والهيدا. في شيء أخطر، إنه هو وغيره بالمنظومة كانوا مجرمين، وقت حرموا الناس أموالها وماتت الناس على أبواب المستشفيات ولم بي تحصل بي على بي الديونيتا. بي اللي عم بتقوله. غدا في جلسة لمجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال، عنوانها الأساسي موضوع حاكمية مصرف لبنان. ستتم هذه الجلسة أولا، حليفكم السابق ما بعرف إذا الحالي حزب الله رح يغطي هذه الجلسة؟ استاذ جورج، قبل ما نحكي اذا صارت ولا ما بتصير، بس لكل حادث حديث اذا صارت. إذا صارت، يعني غير واثقين من أن تصير، علما أنه لما الرئيس نبيه بري يتحدث عن جلسة عنده معطياته الرئيس نبيه في بري. اتصالات عم بتصير هلا لمنع ازدياد الاخطاء. يعني بأي معنى؟ اليوم انت بتعرف رئيس حكومة لبنان ما استرجى يقول للبرلمان الاوروبي كلمة واحدة وقت قالوا له ابقاء النازحين في لبنان. بعتوا رسائل يعني شخص وتحرك عبد الله ابو حبيب. ايه، بس اليوم عندك رئيس حكومة هلأ هو مسؤول بوقت الفراغ بعدم وجود رئيس جمهورية، في يطلع يعبر عن انتقاده وكان رجل مسؤول، ويجي يقول انه هيدا القرار مشحف بحق اللبنانيين، انه ابقاء النازحين هيدا امر سيادي، مع احترامنا لكل الدول مش هني بيقرروه. قرار غير ملزم رئيس بكل الأحوال. حكومتك بغض النظر، انت سمعت شغلة بتمس بسيادتك بتطلع بتواجهها، بتطلع بتقولها. اليوم رئيس حكومة توارى عن الأنظار وهرب من القرار حفاظا على ثروته، حفاظا على مصالحه الخارجية. للأسف انه يعني مثل شيء يعني على اللبنانيين، تصرفه بهذه الطريقة، التوارع عن الأنظار بهيك موضوع، الجمعيات يلي فلتاني لكسر سيادتك، انتهاء حالة الموظف الآدمي، الفساد دمر له حياته. بناء الدولة ما بيكون بالجمعيات، بناء الدولة بيكون بهالموظفين الأوادم يلي بتوثق بالبلد، بهالشعب اللي بيوثق بالبلد. للأسف انت قدام هيدي الحالة، رئيس حكومة عم بيعمل اللي بده اياه، بيمضي عن رئيس الجمهورية، لغى مقام الرئاسة، الموضوع بالفراغ ينتقل إلى الوزراء ولا يجزأ موضوع رئيس الجمهورية. يعني لازم ال 24 وزير يكونوا ماضيين على كل قرار. مثل ما كان يصير وقت فراغ مع تمام سلام تمام بهذا سلام، الأسلوب وكان في اتفاق اللي كان سياسي يمشي. وكتير واضح، وقدرت تكون إنتاجية بوقت الحكومة، وقطعوا الموضوع من دون ما يضربوا النسيج ومن دون ما يضربوا البنية اللبنانية. عم بتقلي بكره هذا يمكن ما في جلسة للحكومة غير أنا واثقين ما بهذا الموضوع بعد. أنا ما عم بزوم بالموضوع، بس عم بقول الأمر مرتبط بمين؟ بحزب الله؟ في اتصالات عم بتصير هلا. أبلغكم حزب الله أي موقف؟ لأنه سابقا كان عنده موقف بهذا الشأن يتعلق بنواب الحاكم واستقالة نواب الحاكم. اليوم شو موقف حزب نحن الله؟ بالنسبة لنا استاذ جورج، شو ما بده يصير بكره، بس قبل ما يصير يعني ما رح نحكي عنه. اليوم في اتصالات عم بتصير لمنع هذا الموضوع انه يصير. أنتم جزء من هذه الاتصالات؟ أكيد. بأي على أي قاعدة؟ اليوم ضرب مش المسائية، هتحضروا انتوا الجلسة مش هتحضروها أكيد. ضرب طب على أي المسائية، قاعدة الاتصالات اليوم تتم مع التيار؟ نحن هيدا الموضوع أساسي عنا، هيدا ضرب كل شيء مكونات. شو أنت تروح تعين حاكم مصرف لبنان بغياب رئيس جمهورية وتاخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وتطلع تخبر اللبنانيين اللي بدك إياه وكأنه البلد مش التمديد؟ طيب عين رئيس جمهورية، يعملوا جلسة تعيين رئيس جمهورية ويطلعوا على القصر بعد شوي. التمديد موجود؟ التمديد لمين؟ لحاكم لرياض مصرف سلامة. ليك في كتير جهات سياسية أكيد بدهم يمددوا ل علم أنه رئيس بري كان جزم أنه هذا الأمر مش موجود بحوار الأخبار. بغض النظر، في كتير فريق سياسي بهمهم يضل أمثال رياض سلامي. ليه؟ لأنه مشيلهم أمورهم، التحويل الانتقائي، حمايته من الكابيتال كنترول، أموال المودعين بمهب الرياح صايرة، فكل هيدي الأمور ترتبط بهذا الزلمية اللي هو وكيل أعمالهم، وبذات الوقت وكيل إفقار اللبنانيين لتمشية مشروع يلي عم بيقوم فيه الرئيس ميقاتي، هو التوطين المبطن، وبعد شوي عم بيتجسد هذا المشروع لتشوف النازحين ومكتومين القيد أمام شغلة حيط مسدود، مكتومين القيد أنه أنت مسجلهم بالأراضي اللبنانية ومش مسجلين بالسفارة السورية، ناس بتفقر وناس بتوطن. فهولي هولي مشروعين بيشبهوا بعضهم. اليوم التمديد لحاكم مصرف لبنان كمان هو غير قانوني، بدهم يفتعلوا مشكلة انه يطلعوا الدولار ويجوا يقولوا انه ليكو شو صار بالدنيا والى اخره، وهي التمثيلية والمسرحية عملوها على الشعب اللبناني كمان سيناريو مطروح. طيب يا استاذ شربل، شو الحل يعني، شو الحلول اليوم؟ اليوم هلا بدك تقول لي نروح على حارس قضائي استاذ جورج يلي عم يحكي عنه الوزير جبران باسيل. الحارس القضائي اليوم بدهم
يعينوه قضاة، بس أكيد بدها تصير بالاتفاق، بتضل بمطرح معين إنه قضاة بدهم يعينوا بالموضوع المالي يعني. بس هذا طرح سقط يعني، هذا طرح ما لا 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 ما ما في قبولية يعني. نحن نحن الأفريقيا في داخل جورج عم نحط أمام هيدي الحالة. شو عندك؟ عندك يا بتروح الحكومة وبتقوم بالتعيين، وهذا شيء غير دستوري ومرفوض وما بنقبل هذا الموضوع يمر مرور الكرام وكأنه شيئا لم يحصل. في عندك الموضوع الثاني بيستلم نائب الحاكم وهذا الموضوع بالموضوع الأول شو قادرين تعملوا؟ لن يمر مرور الكرام، شو قادرين تعملوا؟ أكثر من أنه حضرتك تطلع تحكي ونواب التكتل يطلعوا يحكوا، شو قادرين تعملوا؟ يعني ما لا حول ولا قوة. هذا اللي بدي أوصل لك إياه، أنه آخر شيء إذا في قرار سيمر. ليك استجور، على القليلة نحن عم نحكي، على القليلة عم نرفع الصوت، على القليلة عم نطالب بحقوق الناس، على القليلة ما عم نغطي الانهيار يلي ممكن يكون على ايدي هود الناس، ما عم نغطي الدولة يلي منشأة من التسعينات وما قبل الحرب، يعني خلال الحرب اللبنانية وبعد التسعينات، يلي ظلت ذات الوجوه ذات الطريقة الإدارية والسياسية والمالية اللي وصلت العالم له. على القليلة عم نطلع نطالب، عم نروح نتظاهر، عم نطلب من العالم تتحرك لسقوط هيدي المنظومة، هيدي المنظومة يلي صار لها 30 و40 سنة تتجذر في الدولة اللبنانية، لا يمكن سقوطها بسنة وسنتين، وإنما المطالبة بهذا الموت بهذا الموضوع لا يموت هذا الموضوع. والمساءلات اللي عم نعملها بمجلس النواب ورفض كتير أمور ونقول لا عهون ولا عهون ولا كذا، وإذا قلنا لا ونفذوها هن بيتحملوا المسؤولية وهن بيتحملوا الانهيار الإدمين عليه، لأنه سياسة أنت تصرف ما بتعرف منين بتطلع وبتمد إيدك على كل مصريات العالم، هاي الخبرية ما فيها تستمر. هيدي الخبرية آخر شيء. وحضرتكم بتنبسطوا أنكم تحملون المسؤوليات كلها، مش يعني بتفيد هلا بالسياسة بهذه الظروف. نحن اللي منفرح فيه نشوف بلد، يلي منفرح فيه انه نشوف امال هيدي الناس بلش هالثقه ترجع نستعيدها لهذا البلد. انت عندك بلد اليوم ينبض بالحياه بالسياحه وغير السياحه، وللاسف 6 مليون زلمه عندنا ثروات كتير بارضنا، اجت المافيا وكل هيدي المنظومه حطت ايدها على هالثروات وعيشت شعبه يعني ب 0.001 مما يتقاضون عن هذا الشعب. للاسف هذا الموضوع. انتبه، ما قبل الرئيس عون العهد انت هيدي المنظومه كلها ما كانت متعريه، يعني تعريها عهد الرئيس عون ظهرت على حقيقتها هذه المنظومه. هيدي المنظومه وقت تواجهت مع الرئيس عون واجت بدها تكمل الامور مثل ما هي، صار في صدام، وهذا الصدام راحت اخذت كل عدتها وكل اسلحتها وحطتها على الطاوله. وانت اليوم كل اللي عم بتحارب عليه ما يروحوا يرجعوا يزددوا يعملوا صك براءه مثل ما عملوا صك براءه بالجرائم الجسديه اللي عملوها ايام سنوات الحرب ورجعوا زعماء، واليوم يعملوا صك براءه بالجرائم الماليه ويرجعوا زعماء. اي سيناريو يتقدم اليوم؟ سيناريو التمديد، سيناريو حاكم جديد لمصرف لبنان في اسمين عم بيتم التداول فيهم، او سيناريو استقاله نواب الحاكم وتكليف بالمهام؟ ليك حتى نواب الحاكم ما اخر شيء هن ماضين على كل التعاميم، يعني هن شاهدين على كل هيدي المرحله الانهيار. يعني انت بس في اجتماعات معهم لثنيون عن الاستقالة ولتقديم لهم ضمانات للمرحلة المقبلة. اليوم رئيس ميقاتي صباحا كان عنده كمان اجتماع مع النواب الأربع، اجتماع تاني بغضون 24 ساعة. في نائب الحاكم بيستلم من بعد ما يفل الحاكم. وإذا ما بده نائب الحاكم؟ يعني يتفضلوا يشوفوا هذه المنظومة لوين وصلونا، لوين وصلت البلد، ويتفضلوا هني بالقرارات اللي أخذوها. مش رئيس حكومة تصريف الأعمال دكتور رئيس ميقاتي مش هو اللي قرر أن تضل تصريف أعمال، مش هو اللي تهرب من أنه يكون في حكومة مسؤولة تأخذ تصويت مجلس النواب. هو بيتهمكم بالعكس كمان، يعني بيتهمكم أنه أنتم ما سهلتوا ليلة هالحكومة. ما بدي أرجع للمرحلة السابقة. ليك رئيس حكومة، سوري من هالكلمة، بخبرك شيء وبيعمل شيء تاني، بخبرك أمام مجلس النواب أنه هو ما بيعمل إلا اجتماع بالأشياء الضرورية للبلد والميثاقية والخبريات، وعشوية رح تنزل دمعته وبيرجع بيعمل شيء تاني. خلص اليوم بشهادة الكل الكتل وأغلبية الكتل معروف شو البروفيل اللي بيشتغل فيه، يعني بيخبرك شيء وبيعمل شيء تاني وبيشتغل على التناقضات وبيشتغل للعالم تفوت ببعضها. تعتبر الرئيس نبيه بري وضع فخ للرئيس نجيب ميقاتي بموضوع حاكمية مصرف لبنان وجلسة نهار الخميس؟ ليك أم لا في فعلا توافق بين الطرفين على عقد هذه الجلسة؟ هيدي شغلتهم، هن فيهم يقرروا اللي بدهم اياه ونحن فينا نقرر اللي بدنا اياه. نحن منشوف البلد
بخطة معينة بطريقة معينة، يكون في موازنة واضحة للشعب اللبناني، يكون على القليلة في حكومة تاخد ثقة، شو بدنا نحكي، من أموال المودعين للنزوح لانفجار المرفأ لكل هالمصايب يلي خضت البلد، يكون فعلا في دولة مسؤولة عنهم. الشيء اللي عم بيصير ما في، يعني الشعب عايش بلا دولة. الشيء اللي عم بيصير انه فوضى فوضى فوضى. اليوم هيدي تراكمات السلبية، منروح على تعيين ولا ما بنقدر نعمل تعيين، منكبها بالإعلام لنشوف ردة الفعل، وهي المناورات هي بتبني بلد؟ هيدي بتبني بلد؟ اسمح لي، طالما عم نحكي عن موضوع الحكومة وعم نحكي عن جلسة بكرة، في سؤال يتبادل إلى الأذهان، موضوع بكركي، أمانة بكركي الغطاء لجلسة الغد، هيدا كمان سؤال اليوم، وكانت بكركي عم تحكي سابقا عن إمكانية التعيين الضروري بهذه المرحلة. ليك في اتصالات بهذا الموضوع، وما بفتكر انه القرار اتخذ كغطى او غير غطى، نحن عم نقول راينا لا بكركي ولا غير بكركي، وهذا الراي نحن مؤمنين فيه، انه لا يمكن بناء بلد بهيدي الفوضى. لازم ينوضع حد لهيدي الفوضى ولهيدي الفوضى اللي ترتبت خلال، بس ماذا لو تبين انه غدا بكركي نعم تؤيد هذه الجلسة، تؤيد جلسة من أجل منع الشغور بموقع حاكمية مصرف لبنان، وهو موقع أساسي يعني بهم بكركي وبهم المسيحيين أيضا. ما بفتكر رح تروح بكركي لهيدا الغطاء، ما بفتكر، لأنه هيدا موضوع أساسي وفي تواصل بهذا الملف. يعني ما فيك أنت تيجي تقول اليوم تم اتخاذ قرار بكركي هو لم يتخذ لحديث. سمعتم شيء عن البطريرك الراعي؟ لحديث هلأ في اتصالات جارية، طلع عدد من مسؤولين اللجان اللي عنده بالمجلس النواب، وفي اتصالات جارية لوضع حلول، بس أكيد منه موافق على قصة التعيين بهيك حكومة. البطريركية غير موافقة، هذا الجو، هذا جو البطريركية المارونية. صح. بنفس الوقت بدي أرجع كمان لموضوع حزب الله، قبل ما أفوت بموضوع الأدرياء والجلسة الحكومية، حزب الله تبلغتوا شيء مواقف منه بموضوع في أنه يقال أنه قنوات الحوار رجعت ما بينكم؟ صحيح، في اتصالات بهذا الموضوع، وانت بتعرف انه نحن يحكمها العلاقة الحوار، نحن عندنا رأي وغيرنا عنده رأي، ومن وجهة نظرنا تقريبا صرنا كتير حكين امور ومبين الحق معنا فيها، وعم نشرح بهذا الرأي. يعني ما نكون مرتاحين لموقف حزب الله؟ لا بالعكس، يعني بموضوع الحاكمية بالعكس بالعكس، يعني عم تقول نحن عندنا رأينا وهنا عنده رأي. انا عم بقول لك بالحوار، بالحوار خصوصا بهذه المواضيع الشائكة بالبلد، خصوصا انت امام مرحلة تخبط كتير كبير فيها، هيدا الفراغ ثم الفراغ ثم الفراغ، ليك لوين على عم نوصل لهيدي المواضيع، منشان هيك يتطلب الموضوع حوار أكتر. والاتصالات جارية لمنع انه يكون في تعيين بهذا ماذا الموضوع. ماذا لو شارك حزب الله بجلسة الغد؟ بيكون انكسر شيء جديد كمان من العلاقة بينكم؟ ليه بدنا نستبق الامور؟ مش استبق للامور، لا ليه بدنا نستبق للامور؟ يعني حضرتكم كانت مشكلتكم الاساسيه مع الحزب هي الشراكه وكل هذه الديباجات من المشاركه بالحكومه وصولا الى الانتخاب الرئاسي. ليك استاذ جورج، ما بدنا نستبق امور الغد، يعني في اتصالات عم بتصير هلا، ومش جايين نقول كيف بدنا نتصرف اذا صار هيك ولا ما صار هيك، عم نحط السيناريوهات. لا ما هي هيدي الامور ما فيك انت يعني تتبنيها قبل ما تصير، ما انت بدك تشوف الجو يلي صايرة فيه والأمور لوين رايحة. أنا برأيي في اتصالات لمنع هذا الموضوع، وإذا صار غير هيك لك الحديث حديث. رح نروح على فاصل أول، من بعد الفاصل نتابع حوار اليوم ونفتح الملف الرئاسي مع عضو تكتل لبنان القوي النائب شرب المروح. نستأنف حوار اليوم مع عضو تكتل لبنان القوي نائب شرب المارون. افتح الملف الرئاسي، جان ايف لودريان من شوي يلتقي الوزير جبران باسيل بالبياضة طبعا لمتابعة الملف الرئاسي. يبدو انه جان ايف لودريان حامل نقطة واحدة او بند واحد يتعلق بحوار بشهر ايلول، يتعلق بمواصفات رئيس الجمهورية، بنده الوحيد مواصفات رئيس الجمهورية. عم بيتعب لودريان. ليك هلا ليه صوبت على لودريان؟ طب سحبت منه المبادره، رفضت المبادره بالخماسيه، استاذ شو 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 بده يعمل اكثر من هيك لودريان؟ اول شيء مشكورين كل اي مبادره من اي مطرح من اي دوله بتجي على لبنان، نحن يعني الكل بيشكرها، بس موضوع الرئاسه موضوع سياده، حلنا بقى نتعلم نعرف ننتج رئيس،
اليوم ناطر مدري مين ليجتمع مدري مع مين لحتى انت تاخذ قرار، مش مقبول. اليوم الدول الخمس اجتمعوا ما اضطروا لموضوع رئاسة الجمهورية بلبنان، يعني لا اضطروا لشيء بارز، العقوبات يلي بدهم يفرضوها يعني على معطلي الملف الرئاسي. انتبه، يعني اليوم بغض النظر منك على سلم الأولويات، انت احسن فرصة لك هلا تجي تتفق على رئيس جمهورية فعلا نجي نقرر كلنا سوا انه بدنا نعمل بلد. ما بقى فينا نحن نكمل بهيدي المسرحية. ما فيك بقى انت تخبر العالم انه طالب بضرائب بهون وطالب بخبريات من هون وتشيل من هون وترجع هيدي العالم ما يعني منك مأمن لشي بالمقابل. ما فيك اليوم بعدك انت عم تحكي عن موضوع بدك تجيب كهرباء وتجيب مي وتجيب طبابة وتجيب كذا. كيف بده يتقدم شعبنا؟ كيف بدنا ننجح بهذا الوطن؟ كيف بدنا نضمن حقوق اولادنا وحقوق مستقبل هالعالم باي طريقه؟ خبرني شو السياسه اللي بتوديك لهنيك؟ النكد اللي عم بيصير هلا، عم تصرف من مصريات ما بتعرف منين، ما بتعرف شو عم بتطلع شو بيفت لك بموضوع استقرار العمله واستقرار البلد. هيدا هيك بتمشي بلد؟ بس هيدا بالاخر ما انا مسؤوليه فرنسيه ولا مسؤوليه أكيد قطريه ولا فرنسيه، هيدي مسؤوليه، هيدي مسؤوليه وطنيه. رح نشوف كمان بالصور على الشاشه مقتطفات من جوله جان ايف لودريان على المرجعيه في لبنان، وترافقه طبعا السفيرة الفرنسية لدى لبنان أن جريو. التقى منذ بعض الوقت الوزير جبران باسيل بالبياضة للبحث بالملف الرئاسي. عم نشوف الصور طبعا على الشاشة بهذه الأثناء. طب باللي حامله جان ايف لودريان، قلت لي عم بيتعب جان ايف لودريان، بس آخر شيء هلا هو يعني ما في مهرب من الحوار يلي عم يدعي له حزب الله ويلي أنتم أيضا دعيتوا له ويلي اليوم فرنسا عم بتروج له. طيب ليك أستاذ جورج، اليوم نحن من تموز الماضي عملنا الأولويات الرئاسية بغض النظر وبرمنا على كل الكتل، شو منا شايفين انه الامور هالقد فيه صعوبة لإنتاج رئيس جمهورية؟ ليه من تموز الماضي قبل حدوث الفراغ كنا عم نبرم ونصرخ ونقول لهم انه نحن شايفين الامور رايحة هيك؟ طيب انت بس تصلح من بعد سنتين ثلاثة، يعني تخيل انت مراسيم النفط اربع سنين بالنكد السياسي لحتى قبلوا يمضون. طيب هول الاربع سنين العدو الاسرائيلي بلش قبلك يا بيغلي النكد السياسي اليوم هو اللي يعني معطل الملف. ما فيك بقى تكمل لا مش عم بقول نكد سياسي، عم بيجي انا اقول ليش نحن كلبنانيين ما بنتفق على رئيس جمهورية؟ ليش نحن كلبنانيين ما بنقعد على طاولة بمطرح معين؟ مش بس طاولة، ليه نحن ما في اتصالات صايرة وفي اتصالات ليل نهار على موضوع رئاسة الجمهورية؟ بس اليوم انت بدك رئيس جمهورية فعلا يحمل هالملفات، فعلا برئاسة الجمهورية يكون عندك رئيس حكومة وحكومة تشبه الشعب اللبناني وطموحاته. طب ماذا تقول فيما لو نجح جان ايف لودريان بجمع اللبنانيين على طاولة حوارية ببند مواصفات الرئيس؟ لانه كان في اعتراض من قوى معارضة على الجلوس على الطاولة. كل الاتصالات بتساعد، بس اخر شيء القرار فليكن لبناني وسيادي. طب يعني جيد وجميل، بس اليوم اللبنانيين ما عاد عندهم ثقه بالقرار اللبناني والسيادي اللي حضرتك عم تحكي رئيس عنه. كم رئيس جمهوريه انت جيته ناطره قرار من مطرح معين وشو كانت النتائج بمطرح معين؟ ما عم نطلب نحن انه الايديال او ما بعرف شو، لا عم نطلب انه حد ادنى من الحياه الكريمه. بس بمطرح معين كمان عم نطلب رئيس جمهوريه يكون عنده انفتاح على جميع الدول، ورئيس جمهوريه مقبول من هذه الدول، لانه بعض بيقول حزب الله بيقول ما بدنا تتكرر تجربه الرئيس عون بموضوع العلاقات الدوليه خصوصي مع المملكه العربيه السعوديه. ليك الرئيس عون بغض النظر العلاقات وما العلاقات، بغض النظر عن الراي يلي فتح ايديه لكل العالم، واللي التشويه يلي لحقه والحرب الإعلامية يلي صارت عليه والحرب على مستوى كل هالمنظومة كيف انقضت على الأذية وصلت لحتى قضت على كل الشعب لحتى تقومهم ضد رئاسة الجمهورية. هذا شيء واضح وصريح، اشتغل على كل هيدي العلاقات وكان عنده مواقف كتير كبيرة بكتير مطارح، بس القرار كان بغير مطرح، والقرار هيدا التصادم الإقليمي ما بيقدر الرئيس عون يحله، وهذا اللي عم نحكي عنه. إيه؟ انه اليوم اذا بده يجي رئيس من صلب تصادم معين لن يصل الى نتيجه. نحن بدنا رئيس جمهوريه اول شيء يكون مسؤول عن شعبه، مش هو بس لوحده، هو ورئيس الحكومه، بس نصير نحن شعب فعلا نحاسب، شعب عنا قضاء بمطرح معين، شخص مرتكب شيء يتفضل يجي للمحاكمه لو مين ما كان مهما على شأنه، كل هيدي الامور ساعتها تكسب احترام الخارج وتكسب احترام كل الدول المحيطه فيك. بس وقتها انت شخص
فاتح بابك لمين ما كان بدك تسمع ولمين ما كان بدك تاخذ رايه ولمين ما كان بدك تبيع وتشتري، كيف بدهم يحترموك؟ بس شربل، بس الامور ابعد من ذلك. يعني الامور هذا رئيس عون كان فارض وجود وكان فارض قيم وفارض مبادئ، بس الامور ابعد من هذا بكثير. ليك بدي اسالك، فرض الوجود، الرئيس عون طالب بالتدقيق المالي، الرئيس الوحيد يلي التدقيق المالي يمكن من اول وضعه للتدقيق المالي على السكة، مش مختلفين من اول تاسيس الدولة اللبنانية ما حدا طالب فيه. شو واجهته مشاكل من تاجيل ثم تاجيل ثم تاجيل، ووقت طلع الرابور المالي التدقيق المالي شو صار؟ الزميل ابراهيم كنعان ما طالب وزير الماليه باعطاء المعلومات كيف المجابهه عم بتصير؟ كيف الريزيستنس، كيف عم بيقاوموا لحتى ما يفضحوا معلومات؟ طيب انت اذا تدقيق مالي ما بدك تعمله، واذا انت الفجوه الماليه ما بدك تعرف شيء عنها، واذا انت توقيفات وتحقيقات بدك تتغاضى عنها، شو بتكون فارض حالك؟ في شيء صار امام الراي العام، منظومة بتحمي حالها بالقضاء وبمؤسساتها وبكل خبرياتها، ومنظومة تانية حابة لبنان تعيش في سيد حر مستقل، نكون على قليلة في حد أدنى من كرامتنا. يعني الصراع اليوم بين منظومتين، هذا بدك تقول لي إياه، وبنتيجة بخلاصة الموضوع الرئاسي، حتى بالموضوع الرئاسي الصراع اليوم بين منظومتين. نحن بين وجهتين نظر سميهم يلي في وجهة نظر بتقول بس أنا آخر شيء رح تتوافقوا على رئيس كلكم أكيد، بس يكون يعني ضمن توصلوا كل واحد رح يقدم تنازل بمكان معين لتوصل لرئيس ليك جمهوري. ليك استاذ جورج انت الفاسدين اللي بتتهمون انه الفاسدين والى ما هنالك، وحضرتكم الموجودين رح تتنازلوا تنازل وتعملوا صيغه رئاسيه معينه، صيغه حكم للمرحله الجايه. اليوم عندك كتل نيابيه من كل الجهات، انت ما فيك تلغي حالك تيجي تقول لا انا معارض ثم معارض ثم معارض وتروح تقعد ويستثنوك من كل شيء. انت شريك على هالطاولة، يعني اخر شيء على الطاولة تقدم تنازلات. لا، هيدي الطاولة فيها من جميع الانواع، مش انت جددت لهم، مش انت جبتهم، في جمهور جابه، في وكالة شعبية موجودة، مش وكالة شعبية، يعني الجميع بده يتوافق اخر المطاف ويقدم تنازل بس لما فيه خير. انت هالوكالة اللي معك اياها، انت عم بتروح لجمهورك ولبلدك تحكي اللغة يلي بتشوف فيها بناء وطن. في جمهور جدد وعطى وكالات لناس بهذا المطرح، عندك ألف ملاحظة عليهم، بس ما فيك ما تكون شريك على الطاولة. بس أنت اليوم وقت تقدم إثباتات للقضاء وقضاء ما يتحرك وقضاء يفزع وقضاء يتراجع، وبعض القضاة الجريئين اللي شفناهم يلي عملوا محاولات كتير كبيرة، شفنا كيف كمان عم ينشغل على تصفيتهم. أنت أمام هيدا واقع الأمر، شو مطلوب منا نعمل؟ ننسحب؟ نترك اللعبة؟ نقول لهم لا برافو اتركوا البلد على ما هو عليه، نستسلم امام جمهورنا وشعبنا؟ هلا ما بدي نقول كمان الاتهامات اللي بتقولكم غرستوا كمان باللعبه وبالمنظومه، هي انه اتهامات اكيد حضرتك بتسمعها، ما بدي ارجع عيدها وكررها. ليك استاذ جورج، ليك استاذ جورج، انت جيت بعنوان بي الكل، وجيت قلت هيدي صفحه جديده، تعالوا لنبني وطن ونحكي بكل هالمشاريع الانمائيه للبنان، ونقدر نعوض على الشعب اللبناني ما اهدر عليه من كثير امور وامور وامور. شو اجا كيف كان التصرف؟ بي الكل، بس هول الامور ما فينا نفوت فيها. اللي صار وقت قرب على هيدي الامور شفناهم كيف تصرفوا، وكيف شفنا كل السموم انكبت، وكيف تم يعني مثل ما بيقولوا تجنيد الشعب وتحويله لغير مطرح، لبؤر الفساد بالاتهامات الغلط والتشويه اللي صار. فانت هاي الحاله اللي قدامك، وقد ما نشرح عنها الاثباتات عم توصل يوم بعد يوم. انت مش صدفه صار عندك هالقد اعداد النازحين، مش صدفه صار عندك هالقد جمعيات، في دول منظمه، يعني كل شيء منظم وخطط له. سوري، في دول منظمه وكتير كبيره عم تشتغل على مشروع توطين. هيدا المشروع التوطين منه صدفه، يدفع عليه الاموال، وعندك رئيس حكومه متواري ومتلكئ ومتعاون. انت عم بتروح تواجه ليضل عندك بطاقتك، ليضل عندك مثل ما بيقولوا حضورك، صرت انت مشكله هويه، مشكله وجود. هيدا أول مشروع. المشروع الثاني لإسكاتك وتدميرك وتحجيمك، 120 مليار دولار أموال المودعين. وقت كل هيدي المنظومة شافت كل هيدي الأمور وبعده في شعب موجود وشعب نابض وبعده عم بيقول لبنان، راحوا لانفجار المرفأ. وين فيهم يخربطوا؟ بخربطوا أكتر المرفأ. الانفجار شو يعني؟ تعمية العالم ولا موقوف لحديت هلأ؟ مين راح لانفجار المرفأ؟ الانفجار المرفأ يلي صار يلي مين راح انت بتعتبر المنظومه هي راحت له لانفجار المرفأ؟ ليك استاذ جورج، وقت المنظومه حط النقط على حروفه، يعني هذا شو هذا كلام اتهام مثل اللي عم بيتهم حزب الله بموضوع المرفأ كمان؟ لا يا استاذ جورج، استاذ جورج يلي عم بقول لك اياه، منظومه الفساد يلي هن شركاء
بأهدار أموال المودعين ومشروع التوطين عم بيضل وكل التحيات وكل هالأمور، ليه بدهم يروحوا يغطوا انفجار المرفأ؟ تعا خبرني اليوم حلفائكم القدامى، تعا خبرني اليوم انفجار المرفأ ليه ما في ولا موقوف حلفائكم القدامى يا استاذ قبل شربل، القاضي يا استاذ جورج ما بده يمثل قدام القضاء يا استاذ شربل يا استاذ جورج. ليك بدي اقول لك شغله، اليوم قبل يمثل ولا ما قبل يمثل، واي شخصيه، في شخصيات كتير، تعا خبرني اليوم وقت انت يتزعزع ايمانك او ثقتك بقصة التحقيق. اليوم في ناس وصلت البضاعة على لبنان، بقيت سنة لفضيطة، خلال هالسنة شو صار؟ اعطيني موقوف منهم. مين القاضي اللي فضل البضاعة؟ انت بتعرف انه كل قرار اداري داخل المرفأ، على عم نرجع لهيدي الجريمة وما لازم تنطفي، طبعا لما بتجي جمعة الجنهر الجمعة تجي اربعاب ذكرى ما فينا نضل بس على الذكرى، ما فينا نضل بس على زي هادي ماء شهداء، ها بيروت طارت، ما فينا نضل كمان معرقلين تحقيق القضاء بهذا الموضوع. مش عم بحكي عنكم، عم بحكي عن اللي موجودين. هيدي مسرحيه، هيدي مسرحيه لتعرقل، اكيد مسرحيه تعرقل، في 100 طريقه قانونيه وطريقه قانونيه. حدا بالحبس يا استاذ شربل اليوم بموضوع انفجار مرفأ بيروت، انت اليوم قبل القاضي الحالي خبرني الاستنابات لمين اجت، خبرني قبلها، ما صار لك انت قد ايه صار لزمن هيدي القضيه قبل القاضي وقبل التعرق اللي صار وقبل مسرحيه التجاذب. اليوم في ناس وصلت البضاعه على لبنان ما حدا عيط لهم، في ناس فضت البضاعه ما حدا عيط لهم، في ناس مضيت انه هاي البضاعه بتتفجر ونقلوا المعلومات لجهات معينه وهي الجهات المعينه مجاوبتها ما حدا عيط لهم، وفي ناس ما حدا سالوا وما حدا قال تنزل ما قدرت تنزل. استاذ جورج ما فيك انت تتغاضى عن شو صار، ما حدا عم يتغاضى عن شيء، بس كمان ما فينا نتغاضى عن واقع قائم اليوم انه القضاء منه قادر يوصل لموقوف واحد او يوصل لوزير ومسؤول واحد يساله عن شو عملت انت بموضوع المرفأ. ما كمان استاذ جورج هيدا الموضوع مش هيك تم إدارته، هيدا الموضوع أخدوه على السياسة وأخدوا قرار بطمته. اليوم أنت كقاضي، مين أخدوا على السياسة؟ أنت كقاضي، مين أخدوا على السياسة؟ ما بعرف التجاذبات وين راحت، بس نحن اللي طلبنا فيه، وأنا بقول لك عن موقفنا، نحن اللي صرخنا ونحن اللي قلنا انه مين اللي فضل بضاعة ومين اللي اخذ ومين اللي جاب ومين تحقيقات وين صارت، ونحن علينا الصوت. وانت اليوم هل من المقبول انه موقوفين وقفتهم سنتين ثلاثة سنتين تقريبا وباخر شيء ما عرفوا لا فاتوا ولا ظهروا؟ بعدين بدي اسأل ليه في مدراء قاعدين ببيوتهم؟ كيف يعني انت بتوقف مدير بتفلله من وظيفته وبيطلع اخر شيء لا عرفت ليه وقفته ولا ظهرته؟ باي قانون صلحته مع ويليام نون؟ شفناك باخر وقفه استاذ جورج، نحن منا علقانين معهم لاهالي الشهداء، ونحن كنا عم نطالب باهالي الشهداء، بس كان في الشهداء بمرحله معينه توتر قائم بينكم يمكن وبين اهالي الشهداء، يمكن تباعد. ايه ما هذا الحوار زبطت الامور بالحوار والتواصل، قدرتوا توصلوا وجهه نظركم؟ نحن بهيدي القضيه شركاء، وهيدي القضيه قضيتنا، ودماء الشهداء وبيروت وكل هيدا الشيء الغالي علينا الكل شركة فيها، يعني مش بس في شهداء من فئة واحدة. فاللي صار انه تواصل على انه يكون في اشياء مشتركة بكتير امور، وقد يعني فينا نوصل فيها هيدي الحقيقة ما لازم تنطم مثل اموال المودعين. اموال المودعين لا مطلوبة، عفوا قبل اموال المودعين، الجمعة اربعة اب الجمعة اللي جاي رح تكونوا موجودين بالتحرك مع اهالي؟ الاهالي عم يدعوا الجميع انه ما بعرف شو نوع واقفين معهم بهذا النهار للتذكير بقضيتهم، وعم بيقولوا للدعوه ايضا ليكون في محكمه دوليه تتولى هذا الموضوع. ليك نحن اصلا في عريضه لاهالي الشهداء مضاين عليها كنواب، هي للتحقيق وكل هيدي الامور، وين فينا نساعد عم نساعد، ولازم نكون باربع اب وغير اربع اب، مش بس يكون بالسنه في محطه وحده. هذا الموضوع ما لازم ينام، هذا الموضوع لازم نلاقي الحقيقه فيه، كيف الامور، كيف بتصير الامور، كيف بتروح الامور، الشيء اللي عم بيصير غلط، لانه فعلا بكفي ظلم يعني لكل الاهالي ولكل بيروت. مش هيك يعني اذا ما وصلنا بدنا نقول شغله، نحن شعارنا رح يكون بالاو تي في باربع اب ما بننسى، وفعلا ما بننسى يلي صار بهذا النهار. خليني انتقل معك الى البياضه مع النائب ندى البستاني ايضا يلي رح تحكي من بعد اللقاء يلي جمع الوزير جبران باسيل مع جان ايف لودريان الموفد الفرنسي. بالمرة السابعة لما اجى جان ايف لودريان كان مستمع، اليوم هل هو اجى ليقدم طرح معين ولا كمان ليستمع شو حصيلة المشاورات؟ لا، اليوم اجى تيقدم طرح معين بحسب كمان المحادثات اللي كملت يعني مع كل الاحزاب السياسية،
هو ومسافر ومع الخمس يعني هن الخمس بلدان يلي شو اتفقوا عليه بقطر. اليوم اجى عم بيقول انه هي رح تكون محادثات، رح ينعمل محادثات بأيلول سريعة بوقت زمني محدد، مبلشة من الصفر، ما في شيء سابق يعني وما في أفكار سابقة وما في طروحات سابقة، كله مبلش عن جديد تنتفق الأهم على برنامج أولا وعلى المرشح ثانيا. وهيدي كلها مربوطة وقتها بتنعمل هالمحادثات مثل ما قلت بفترة زمنية محددة، مربوطة بنهايتها بعقد انتخابات يعني جلسات انتخابات متتالية. يعني في حوار بأيلول، منو حوار، برجع بقول محادثات على فترة زمنية كتير سريعة كم يوم بين الأفرقاء اللبنانيين، بين الأفرقاء اللبنانيين أكيد، وبرجع بقول مربوطة بآخرة بعقد جلسات انتخابات بمجلس النواب متتالية. يعني سقطت المبادرة الفرنسية اللي كانت تنص على باكج ديل، برجع بقول هي مبلشة من الصفر يعني ما في شيء سابق، وأنا قلتها مرة الماضية وهلا عم برجع أذكركم فيها، وهيدا اللي سمعناه اليوم من جان إيف. طيب حكيتوا شي تفاصيل على صعيد مين رح تكون، إذا على صعيد رؤساء الكتل على صعيد الأحزاب؟ لا لا هلا لا هلا هيك حكينا. هلا هيدا اللي صار حديث اليوم. وقف شوي عن جد ما بعرف عم يلا هيدا تفضل. هيدا الحديث اللي صار اليوم يعني ما اكيد الفورما بعد ما انحكى كيف رح يكونوا ببيروت، وقلت لكم محادثات مش حوار. هل رح يكونوا بقصر الصنوبر؟ نحن إيجابية بعدنا لهلا، نحن إيجابية من فتحين. برجع كمان بشدد إنه نحن بدنا إنه ومثل ما هو كمان متفقين إنه إذا بده يصير بفترة زمنية محددة مرتبطة ببرنامج وبمرشح، ومرتبطة الأهم بالآخر ب يعني بجلسات انتخاب متتالية. أوكي يعني اليوم فينا نقول مبادرة فرنسية جديدة. شكراً. استمعنا للنائب ندى البستاني من بعد لقاء لودريا مع الوزير باسيل، حكيت عن محادثات سريعة بأيلول تنطلق من الصفر للاتفاق على برنامج ومرشح ومربوطة نهايتها بعقد جلسات رئاسية متتالية. جيد. شو الفرق بين المحادثات والحوار؟ يعني محادثات شيء سريع جانبية بتصير، مش انه طاولة مستديرة. محادثات يمكن انه بين الكتل اولا ومن ثم تنتهي بحوار لقاء اكبر. هذا مش تسليم كمان بالفشل الفرنسي؟ يعني لا مش يعني حفظ ماء الوجه الفرنسي بالملف الرئاسي. هل قد عم بيقدر يوصل لنتائج وعم بيكون واضح الزلم عم بيقول انه من هلا لايلول بعمل محادثات ومن بعدها حوار وبرنامج وجلسات متتالية. قبل ما اروح على الفاصل الثاني والاخير، قطر كمان دخلت بقوة على خط الرئاسة، يعني تريد تحويل الخماسية الى سداسية، تضبيط الامور بين ايران وامريكا. صحيح. الدفع بالاتجاه الرئاسي اللبناني، مفد جديد قطر يصل الى لبنان بالساعات المقبلة. ايه بس ما حكيوا بملف الرئاسة، يعني جربوا يوسعوا دائرة الاتصالات وحكيوا اخر مرة الخماسة بالعقوبات، وما في سلم اولويات يعني شيء قريب للرئاسة. مشان هيك لودريان اليوم اجا حكى بأيلول. بيكون يمكن توضحت الصورة أكثر. صحيح. ونقطة كمان بالملف الرئاسي على علاقة بحواركم مع حزب الله، وين صار هذا الحوار؟ القنوات مفتوحة بهذا الموضوع. جد الموضوع أكيد. في قبول من الطرفين بهذا الحوار أو بعدنا عم نروح مكاننا؟ لا أنت اليوم وين ما كانت حوارت أكيد في تقدم، يعني عم بصير في جلسات. هذا السؤال، صار في جلسات بالملف الرئاسي، لأنه في البعض بيقول أنه مش بالملف الرئاسي وبالملف الرئاسي واقفة الأمور بيناتكم. ليك استاذ جورج، اليوم مجرد أنت عم تتحاور عم تحكي بكتير أمور، خصوصا ملف الرئاسي وغير ملف الرئاسي. اخر شيء في بلد ما بقى في كمل هيك، وهذا الحوار بدنا نشوف لوين توصل الامور. طب رح نروح على فاصل تاني، من بعد الفاصل تاني رح كفي على الملفات، منها ملف النازحين وكمان مهرجان البحيرة بالبقاع الغربي، رح نترك له كمان مساحة بعد الفاصل.
نعود إلى حوار اليوم. خليني أشير لشغلة، إلى أنه وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجل الإداري تفاديا لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان. أي تعليق؟ يعني الحارس القضائي مش هيك؟ بالمبدأ. أي بالمبدأ. بس هيدا انت حضرتك بتعتبره كانه تم تسويه معينه او كانه أو بدات الامور؟ لا، في البعض ممكن يقول انه صارت الامور ماشيه على خطوط متوازيه، يعني اذا رحنا لموضوع تسميه او تمديد وزير العدل اللي لا يشارك بالجلسات اصلا بيتحضر لشيء ثاني. ما جورج، هيدي ضمن القوانين، يعني انت ما عم تشتغل شيء برات يعني فتنا بمناكفات يعني جديه. يا بده يطلع نايب حاكم مصرف لبنان ينوب عنه بوقت يصير في فراغ، او حارس قضائي. يعني هون انت بعدك ضمن القوانين، مش تعيين عن طريق حكومه بس. رئيس يعني حكومة يعني وضع. يعني اذا شفنا بكره تعيين بمجلس الوزراء سيكون امام ايضا حارس قضائي من قبل وزاره العدل. حارس قضائي بيعينوه القضاة. هذا اللي عم بقوله، عم بقول انه رح تصير الامور بالمناكفه ردا على لا. هلا بدك تشوف اذا هيدا الموضوع، وقت يكون عندك حارس قضائي ما فيها الحكومه تروح تعمل شيء ثاني. يعني وقت هيدا اذا عم نحكي ببلد منتظم. ايه، يعني انت بدك تروح الحكومه تعمل تعيين لحاكم مصرف لبنان وحارس قضائي من قبل القضاة، يعني اثنين. كيف الحاكميه بتصير من اثنين؟ لا، ما بتصير هيك. لا تعتقد انه ذاهبون للتفريط بالحاكميه؟ بيكون في وحده من اثنين الافضل، ولا نقل دور الحاكميه الى مكان اخر؟ كمان هيدا حديث كنا عم نسمعه بالايام الماضيه. التعيين مرفوض من رئاسة الحكومة، نحن رافضينه. حارس قضائي هو بالقانون أو النائب العام تبع الحاكم. بعدين تعتبر هالقد سهلة يقبلوا بحارس قضائي وهن الذين يرفضون هذا الأمر؟ يعني الظروف يمكن تخليهم يقبلوا. مرات بتقبل أنت مكره، يعني يعني بتكون أنت فرضت معادلة لأن في متابعة لها وفي معلي الصوت ومتابعة الأمور وشايف انه ما بتقدر تحملها. يعني اليوم انت تخيل تعين الحكومه حاكم مصرف لبنان ودولارك يصير 250 الف او 300 الف، يعني ما انت اخر شيء عم تحمل مسؤوليه. بس كمان تخيل انه ما يتم تعيين حاكم المصرف لبنان ونوصل للانهيار الاكبر ويصير دولارنا مليون ليره مثلا، ما هي 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 ذاتها عدم بالميزان. تعيين عدم تعيين، ما في في عندك طريقتين، يا المنصوري نائب الحاكم يلي ما بده، يا الحارس يلي ما بده، والحارس القضائي يلي اليوم في اعتراض عليه. حسب القانون بيكون في شيء، اذا نائب ما في اربع نواب حاكم، صح ما غلط؟ بس ما في يعني الصلاحيات الاساسيه بايد المنصوري. يعني هلا هن كان حاطتهم حاكم مصرف لبنان للديكور، يعني كان مزين فيهم الطاوله هل قد حجمه، وكان هو حاطتهم هو للديكور او صلاحياتهم بتؤدي الى انه يكون في توزيع بمكان معين على طريقه يعني حاكم بامر الناس، وبتعرف السياسات اللي عملها، كان عامل هذا الشغل بهذه الطريقه. بس هذه الاساليب يلي بتخرج انت من هذه الازمه الحاليه الدستوريه اللي انت موجود فيها. اساليب ثانيه بدك تعملها برات الدستور وبالضرات المسائيه، روح احملها. طب تروح على موضوع تاني كمان متابع من قبل حضرتك، موضوع النازحين يلي كل شوية كانت بكل وقت مستقطع بالحلقة بترجع بتذكر فيه لهذا الموضوع. ما صدر عن المفوضية التخبط اللبناني أيضا بهذا الملف بين وزارة الخارجية بين وزارة المهاجرين والشؤون الاجتماعية، في تخبط واضح بالتعاطي مع هذا الموضوع، من يتحمل مسؤولية التخبط؟ ليك التخبط هو واضح، يعني اليوم الموجود رأس الهرم هو مين؟ رئيس الحكومة تصريف الأعمال. رأس الهرم من الأول من بعبدة، وقت كان الرئيس عون بعبدة كان يهرب من الاجتماعات وقت تقله بدنا نحكي عن النزوح، يا يجي سفرة فجأة يا يتورع عن الأنظار أنه عنده اجتماعات لإنقاذ لبنان. شفنا شو عم بينقذ لبنان. للأسف في شيء عم بيصير بلبنان وعم بيتجسد بطريقة كتير خطرة، يلي هو التوطين يلي عم نحكي عنه. مكتومين قايد 800 ألف، لم يسجلوا بالسفارة السورية، تسجلوا عند المخاتير بالكرة. نحن ارتفاع الولادات، نحن بالبقاع الغربي نعاني ما نعانيه، جمعيات تتكبر على البلديات وبتتكبر على العالم وبتروح بتشتغل بطريقة عشوائية وبتجي بتأمرك انه هي مع المصاري، وانت بلد غني فقروا الشعب اللبناني لينزل عند هذه الجمعيات لكسر سيادتنا. يعني اخر شيء بتحمل كل المسؤولية لنجيب ميقاتي بهذا الموضوع؟ أكيد مش أكيد. مثلا لوزير كمان بخاف انه يطلع على سوريا، بخاف من العقوبات اللي ممكن انه تفرض عليه. جورج
يتفضل رئيس حكومة لبنان موضوع شائك مثل هذا الحجم يطلع على سوريا ويجتمع مع الحكومة السورية ويحملها مسؤوليات؟ أنا كمان يتابع هذا الملف حاجة كل مرة يخبرنا قصة. بدي أقاطعك بس أعطيك خمس دقائق زيادة. خليني كمان أروح إلى لجنة الاقتصاد والتجارة. إذا نكتفي بهذا القدر من كلام نائب فريد بستاني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة، وبرجع للملفات اللي كنا عم نطرق لها. يعني قطعناك مرتين بهذه الحلقة بس للضرورات المباشر. الكهرباء عندكم بالبعاء الغربي شو صاير؟ يعني سرقة الكهرباء شفنا ريبورتاج طلع على الام تي في يمكن اللي صار نتفاجأ من 20 يوم لورا انه في قطع كهرباء بطريقة كتير يعني متتالي. نحن الخطوط عنا من ليطاني معمل مركبة، صار في قطع متكرر على هذا الموضوع. متفاجأ انه بنسمع انه شيء مدري مين بيع كهرباء، ونتهم باشياء زورا على بين الرأي العام. بيع كهرباء كيف يعني؟ ناس بيع كهرباء ونحن مسهلين وصاير عاطين ضيع وزايدين ضيع وعاملين كذا. للأسف نحن التجأنا لكهرباء لبنان والتجأنا لجهاز أمن الدولة يلي قاموا بالمتابعة هذا الموضوع وحددوا منطقة صرنا من مبارح عم بيشتغلوا عليها، منطقة بإحدى الكرة طلعت بتسحب كهرباء خمس كرة. يعني تخيل انت محمية بين نفوس انت سياسة؟ لا نفوس ولا شيء، لا يعني هلا عم بس كيف منطقة بتسحب كهرباء اكثر من غيرها؟ بيجيني كتاب اليوم، بيجيني كتاب انه باشياء بتعملها كهرباء لبنان للمتابعة ولكذا، بيدرسوا خطوط السحب للكهرباء وبيبين معنا انه منطقة للاسف تسحب قد خمس كرة فيها معامل ما فيها معامل ما بعرف، هلا عم بيعطونا تفاصيل هيدا، وبتخف الكهرباء بالبيوت وبتنتزع، وهيدا اللي عم بيأدل للانقطاع المتكرر لتيار الكهرباء. فللأسف يعني هيدي خطوط كهرباء تابعت العالم وقت الأزمة، أنقذت العالم من الضيقة بكتير مطارح، وتعبنا كتير لحتى الأمور تصير هون لما نهدرها بناس بدها تستفيد على حساب غيرها. فحكيونا اليوم جهاز أمن الدولة وحكيونا كهرباء لبنان وقلنا لهم الإجراءات اللي لازم تنعمل سيتم معالجة هذا الموضوع بالأطر القائمة. طيب كمان بالبقاع الغربي عندكم مهرجان صحيح. خليني قبل ما فوت فيه للمهرجان اسمع منك، خلينا نشوف فيديو صغير عن هالمهرجان ومن بعدها منعلق عليه. برعاية النائب شربي المرمون وبالتعاون مع وزارة السياحة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني واتحاد بلديات البقاع، نحن رجعنا. لقونا ب 28 29 30 تموز لنحيي مهرجان البحيرة الثاني مع فريق السيت فاستيفال. البقاع الغربي بهمتنا كلنا رح يرجع على الخريطة السياحية، والبحيرة لازم نرجع لأيام العز. ناطرينكم. يعني عم نحكي عن مهرجان بالبقاع الغربي صحيح. بدورته الثانية، هذه السنة الثانية اللي بنعملها. وكيف الإقبال كان بالسنة الأولى وشو متوقعين بالإقبال بالسنة الثانية؟ اللي عم نقوله البقاع الغربي ورشية بيملكوا جمال طبيعة ما بقى فيك تخفيه، يعني من الأقضية اللي فيها جمال طبيعة، واليوم بتطور الحجر والدنيا وهيك الناس بدها تفل من بيروت، وعندنا سياحة داخلية بلبنان بسبب الغلا صارت ناشطة ولازم كل قضاء يستفيد منه، خصوصا بقاع غربي ورشايا نركز عليهم لانه فيهم اهمال سياحي. بلشنا بفكره مهرجان البحيره هديك السنه، كان الاقبال كتير قوي، شجعنا لنعمل السنه، كان هديك السنه يومين عملناه ثلاث ايام، واليوم ندعيك جورج انت وكل الصبايا والشباب والاو تي في يلي انتم عم بتساعدونا. من نهار الجمعه، الجمعه ببلش الجمعه 28 رح يكون وزير السياحه على الافتتاح، رح يقول كلمه، رح يكون مصلحه الليطاني دكتور سامي علوية، رح يكون رؤساء البلديات، وبكفي لـ30 لنهار الأحد. 30 لنهار الأحد عشية بنكون عم نعمل له الختام. شو النشاطات اللي هي على رح يكون في البحيرة؟ رح يكون في فرق موسيقية لأحياء هذا النشاط، رح يكون هذا كله بجهد شخصي بناس قدمت حالة من أهل المنطقة لحتى انجح هذا الموضوع. أنا بوجه
بوجه تحية لكل الفريق يلي نشط. بعدين نرجع نشكرهم شخص وشخص، لأنه فعلا كان في حاضنة، في ناس عندها غيرة على منطقتها عم بتحارب لاستقطاب الزوار. نحن مثل هالمهرجانات وغيرها لازم القطاع الخاص يبلش يعملها. واحدة من أحلى المناطق بلبنان صح. القطاع الغربي اللي عندك جمال بحيرة، بحيرة ما فيك تشوهها بالمناطق يلي مشوهة البحيرة، بس توصل على يعني لقدام على غمقة على كذا، في جمال كتير كبير بينها وبين الطبيعة وبين الجبال المحيطة فيها. في كتير اشياء فينا نروح نتعرف عليها ونعمل هايكينج ونزور نهار فوق ونمضي نهار، وفي مطاعم محيطة فيها، في كل هالأمور ما فينا بقى نجلد حالنا ونشوي وكذا. يعني رح يكون في أكشيك أو كيوسكات موجودة، رح يكون في كيوسكات بتبيع الأكل صحيح. رح يكون في عارض، رح يكون في عارضين تعرض بضاعتها، هذا يوم تستفيد منه اقتصاديا. وفي الناس يتعشوا على البحيرة، على مطلب من البحيرة، فيهم يتعشوا، فيهم يشتروا غراض لأولادهم، فيهم يتمشوا على ضفاف البحيرة، رح يكونوا منورين. في دخولية أو حسب كل واحد شو مجانا، مجانا لكل العالم، بيحبوا يشتروا يشتروا، ما بيحبوا يشتروا، نحن قيمتهم كبيرة عنا ما تزارونا بالمنطقة فوق. أنا اللي بقول لك إياه اليوم الفنادق المحيطة بالبحيرة، أنا بقول لك الحجوزات تقريبا فولت، الأيام الجاية المفول بيكون فول. في استقطاب لكتير ناس بيحبوا زيارات سياحية، مش بس من البقاع الغربي، بتعتبر انه سيكون هنالك جماعة سيكون من خارج البقاع الغربي من مناطق مختلفة، او لبنانيين حابين يتعرفوا على جمال هذه المنطقة. نحن زوروا الواينريز الموجودة عندنا فوق، زوروا سهل البقاع الغربي الحلو، زوروا سد القرعون، جمال البحيرة، زوروا معمل الكهرباء على الماي، زوروا كتير مناطق جميلة رح نحط الضوء عليها، رح نعمل لها فيديوهات، رح نستقطب عالم. وهالمنطقة لازم تنبض بالحياة، مش بس يكون عندنا نشاط، لازم يكون الضيعة كلها عم تتشجع لتعمل نشاطات، وإن الله راد الخريطة السياحية قادمة لنا. وإن شاء الله طبعا يبقى لبنان عامر بكل مهرجاناته السياحية الصيفية، الصيفية يعني بعد في منا فترة. وإن شاء الله مهرجان البقاع الغربي كمان، مهرجان بحيرة مثل ما سميتوه، يكون عامل خير للبقاع الغربي بهذه الظروف، وحطيته البقاع الغربي على الخريطة السياحية مثل المناطق اللبنانية الأخرى اللي فيها حماسة هذا الصيف. شكرا لك عضو تكتل لبنان القوي النائب شرب المارون على هذا الحضور. شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء بحوار يوم جديد.